في أكسترا اليوم سنفتح ملف قصة قديمة كثيرون منا يعرفونها هلا. نعم يا سمر، هي قضية ريا وسكينة اللتين أعدمتا بتهمة قتل النساء، لكن يبدو أن ثمة معلومات جديدة تثير تساؤلات حول مدى صحة وقائع قصتهما. وبالرغم من مرور ما يقارب القرن، هل يمكن أن تتبدل قناعتنا بما عرفناه؟ كونوا معنا عند الثانية بتوقيت غرينتش لتطلعوا على التفاصيل وتشاركونا الحوار. ربما لم تأخذ قضية جنائية في التاريخ الحديث مدى الاهتمام الشعبي والإعلامي الذي أخذته قضية ريا وسكينة. ريا وسكينة علي همام، امرأتان من صعيد مصر حطت بهما الرحال في مدينة الإسكندرية، وتحديدا في حي اللبان حيث دارت أحداث قصتهما. إسكندرية المحروسة، المحروسة بالصيادين وسمك موسى. في أواخر عام 1919 الذي انشغلت فيه مصر بالانتفاضات الشعبية ضد الاستعمار البريطاني، بدأت تنتشر شائعات تفيد بأن هناك عصابة تخطف النساء وتقتلهن بغرض سرقة مصاغهن. تلك الشائعات عززها ازدياد عدد البلاغات المقدمة إلى شرطة الإسكندرية حول اختفاء زوجات وبنات وحتى أمهات أصحاب هذه البلاغات. بدأت أولى خيوط الأحداث تتكشف مع عثور دورية للشرطة في صباح 11 من ديسمبر كانون الأول عام 1920 على عظام امرأة وبجانبها طرحة سوداء. لكن المفاجأة كانت عندما تقدم شخص يدعى أحمد موسى ببلاغ إلى قسم شرطة اللبان يذكر فيه أنه عثر على عظام آدمية في الحجرة التي يستأجرها عندما كان يقوم بالحفر لتمديد المياه للحجرة. ومع أن بحث الشرطة عن دلائل أخرى ضمن المنطقة لم يفضي لأي نتيجة، إلا أن أحد المخبرين ويدعى أحمد الورقي أثارت شكوكه رائحة بخور كثيفة تنبعث من غرفة في شارع علي بيك الكبير، وهذه الغرفة كانت تعود لريا، مما دفع باليوزباشي إبراهيم حمدي إلى أن يأمر بإخلاء الحجرة ونزع بلاطها لتظهر جثة لامرأة. وهنا تم القبض على ريا وبقية المجموعة المكونة من 5 أشخاص آخرين ضمنهم أختها وزوجها وزوج أختها. في 16 من مايو أيار عام 1921 حكم عليهم جميعا بالإعدام، لتظل الصفحة مطوية لنحو 95 عاما. بعد كل هذه المدة حصل سيناريست أحمد عاشور على موافقة الرقابة المصرية لتصوير فيلم يتحدث عن براءة ريا وسكينة. سألت أحمد عاشور عما دفعه لفتح ملف القضية بعد كل هذا الزمن. أنا كنت بعمل فيلم وثائقي لأحد الشركات، وخلال البحث بتاعي الميداني لمدة 10 سنين بدأت تطلع لي معلومات شككني في القضية نفسها. ما هي نوعية الأدلة التي وجدتها وتؤيد كلامك؟ في تناقض في ملف القضية، في المستندات الموجودة بالفعل في القضية، في كمان رواية من أحفاد العرابي حسان وأحفاد عبد الرازق قعدت معهم واتكلمت معهم. في أول ملازم شاب مسك القضية وده كانوا مكروب من الجثث تم اختناقه فمات ومسك القضية بعديه إبراهيم حمدي اللي هو اليوزباشا المشهور في القضية. الراجل ده أنا قابلت الحفيد بتاعه وهو محامي في اسكندرية، ومن الرواية بتاعته من أحاديث الجدة اللي هي زوجة أحمد، أحمد عبد الله، كانت في وثيقة عندي من الوثائق إن الرجل ده مسك القضية وكان سيكشف التلفيقة التي تم تلفيقها إلى ريا وسكينة، وتم قتله بالفعل مسك القضية بعديه إبراهيم حمدي اللي تعاون مع الاحتلال الإنجليزي في تلفيق هذه القضية. وماذا عن الجثث التي وجدت في منزل ريا وسكينة؟ أنا لا أنكر وجود الجثث، بس من قتل الجثث ومن قام بدفنها ده اللي كنت ببحث
عنه، وده هيبان جدا في الفيلم. بعد ترك رايا وسكينة لهذا المنزل تم البلاغ، مش البلاغ كان في نفس التوقيت، وانا بشاور بأصابع الاتهام الى الاحتلال الانجليزي في ذلك الوقت الذي اراد ان يصنع قضية رأي عام تلهي الرأي العام عن الثورة، ثورة 1919. وفي نفس الوقت كان هناك خطورة من وجود رايا وسكينة التي كانت تتعامل السكينة بالأخص مع الجهاز السري للثورة بقيادة عبد الرحمن باشا. استطلعنا آراء عينة من الناس عن براءة ريا وسكينة وما موقفهم في حال ثبتت هذه البراءة. اللي يقدر يحكم على حاجة زي كده يا ريا وسكينة يعترفوا، يا حد من الشهود يعترفوا، يا الإنجليز نفسهم يعترفوا. والإنجليز خرجوا من مصر وريا وسكينة اتعدموا والضحايا نفسهم ماتوا والجمهور كله مات وجاء أجيال جديدة. فدلوقتي هي مسألة تحصيل حاصل، بس ممكن تطرح نوع من الفانتازيا ان احنا ممكن نحكم على حاجات كتير لكن احنا مش عارفين ابعادها. اللي جايبينه في المسلسل ان رايا وسكينه كاتلين، لو في حاجه توضح في المسلسل هنقول ان هم ابرياء. انا شايفه ان هم ممكن يطلعوا ابرياء عشان سمبلي التاريخ ممكن يتحور، ممكن يتقال لنا حاجه واحنا نفضل او ناس معينه الميديا يعني بمعنى اصح تقول لنا حاجه والناس عامه الشعب يعني تصدقها وتبقى خلاص تبقى فاكت، بس في الحقيقه مش ده اللي حصل او اتحورت. ريا وسكينه وايه الهدف من ده يعني ولا ليها لازم، ايه المفيد فيها يعني سوى قتل وما قتلوش يعني؟ دي قصة لا مودية ولا جايبة أصلاً. أنا شايفة لو هم مش هيطلعوا أبرياء عشان دي قصتهم حقيقية وبتدرس في الجامعات عمرهم ما يطلعوا أبرياء. رايا وسكينة دي إحنا قصة بقى لها سنين وإحنا بنشوفها دايماً وصدقناها على كده يعني، وما فيش أي دليل إن يغير لنا السيناريو ده، ولو حب يتغير أعتقد الناس مش هتصدقه إن خلاص رايا وسكينة تسجلت كده فقلنا فأذهلنا خلاص يعني. كثيرة هي الشخصيات التاريخية التي نسبت إليها جرائم وأفعال لم تقم بها، وربما تكون ريا وسكينة بريئتين إذا صحت الأدلة. ليبقى السؤال، كيف سيعاد لهما اعتبارهما في حال ثبتت براءتهما؟